إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نجمة اللون الأسود رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن في مهرجان القاهرة السينمائي. سيطر اللون الأسود على أزياء وملابس النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41 المقامة حاليا وحتى 29 من نوفمبر الجاري. ويعد اللون الأسود من الألوان الحيادية التي تتناسب مع هذه المناسبة، وتنوعت إطلالات النجمات والمشاهير بين التصميمات المختلفة، ولكن سيطر اللون الأسود على فساتينهن وأزياءهن المختلفة، وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانا أسود طويلا بأكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها، وظهرت حالة شيحة فستان أسود كشف عن جزء من بطنها، وتميز الجزء العلوي من التصميم بالقماش اللامع. ولم يقتصر الأمر على هؤلاء فقط، فقد ظهرت الفنانة يسرى والمخرجة إناس الدغيدي وإلهام شاهين ودرة وزوجة الفنان آسر ياسين وهنا الزاهد بفساتين باللون الأسود.